صح، على مهلك. حسبي، اوعي القهوه تبتدي منك. ايوه يلا. ما تتفضل القهوة، ولا ندلع منها حاجة في الطبق؟ أبدا أبدا. ما تتفضلي تستريحي استريحي. خليها يا ابني مع أختها لحد ما أخلص كلام. اقعد يا ابني. وصلنا لفين؟ لخدمة البيت. لا دي خيبة قوي وملهاش في كده. نجيب لها خدامين وعاوزة ملابس كتير نلبسها كتير. طيب والفسحة والشبرقة؟ نفسحها ونشبرقها. اسمع شقة لا، دي عاوزة حاجة برحة كده درجد درجد يرمح فيها الرهوان. نبني لها فيلا دورين ثلاثة أربعة خمسة. اللهم صل على النبي. هي اسمها ايه؟ هي اسمها اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها 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 ميرفت. ميرفت؟ ميرفت. أنسة ميرفت. عاوزها ليه؟ كوباية مية أنسة ميرفت. هتشرب بارد وإيدك سخن. عطشان عطشان وحياتك عطشان. خدي دخلتي المية دي. لا ده قال ميرفت. ولا يهمك. ليه يا ستي الأحسن يزعل؟ منى هو وحدك؟ طيب اديني اشوفه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل المي. ما تشرب الميه ولا ندلع منها حاجه في الطبق؟ لا ما ندلعش منها حاجه. ما ندلعش. اشرب. اهي دي العروسة. واللي قدمت القهوة؟ مش للجواز. حسبوا ما بيه. عاوز اشوفه كمان معاك. شوفي شوفي شوفي. طب اشوفه بحجة ايه؟ شوفي بحجة ايه؟ تشوفي بحجة ال شوفي بحجة الفنجان الفاضي. طب سوي لي شاي. يا اختي. طيب استأذن انا بقى. على فكرة انا كنت بقول كده بس دي ميرفت دي ست بيت وعاقلة وشاطرة وممتازة جدا، وعلى العموم مش هيكون بينا وبين بعض تكليف. انت شربت القهوة خلاص؟ لا لسه فاضل شفطة. هنية. الله يهنيكي. انت اسمك ايه؟ منى. انت اخت العروسة؟ لا انا العروس. يا خبر. مش راضي في كان القهوة، عاوزينك هناك. بيدعوا عليها. يعني انت اللي عملت الاعلان؟ ايوه طبعا. امال مين؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نقعد شويه بقى. ايوه. اعوذ بالله من النحس. اعوذ بالله. اعوذ بالله. حتى الجواز ما فلحتش فيه؟ يا فرحتك فيا يا سمير. استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. انت طلعت منين انت كمان؟ انا بودينا من الشربات وعارف كل حاجه. مبروك يا استاذ. شربات؟ يبقى اشرب الشربات انت يا استاذ. ايه عايزين؟ بتقول كده ليه كذا مصر؟ انت مالك انت؟ انت صاحبي. قول بس يمكن افيدك. تفيدني؟ انت تفيدني؟ يوضع سرك واثر سلبي. تعالى بس معايا على جنب افهم منك وتفهم مني. تعالى وقف. الجوازه اتقندلت. خلصت مشكلي. والجوازه اتقندلت. ترى لما خلاص ما خلصت مشكلي. يا ابني فهمت يا عم؟ فهمت. انت لازم تشوف لك طريقه. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ هتسيبه كده يغلبك وتتفرج؟ عيب. اسمع، احسن طريقه تخلي منى تقابلني بره بكره الصبح. لا يا عم، مقابلات بره دي لا. وفيها ايه دي يا اخي؟ الله، خد. ويا بخت من وفق. بس انا خايف ان منى هي اللي ما توافقش. لا هتوافق. ده هتوافق قوي. وعلشان تطمن خليها تجيب اختها معاها. اختها دي اللي اسمها ميرفت. يعني انت موافق على الكلام ده؟ موافق. انا مبسوط منك خالص وهنبقى اصحاب. اصحاب. كفك. على فين يا استاذ سمير؟ طالع نام.
كده من غير ما تستناني؟ اعمل ايه اذا كنت اتاخرت؟ مش على بال ما اعرض نفسي على راغبات الزواج؟ وطبعا طلعت فشوش. عيب يا استاذ عيب. حاجه ايه؟ بتتاكل اكل. اللي ياكل واحد ويزور يا استاذ. الله، ما انت اكلت الولاد وحدك يا استاذ، ولا طلعت فشوش؟ عيب يا استاذ. امال عايز ايه تاني بقى يا استاذ؟ فهمي احنا مش صحاب؟ صحيح. انت صاحبي. اعرفك باختها. بس حلوه. الاثنين من اب واحد وام واحده. وامتى الميعاد؟ بكره على طول. وبعد بكره ترارا هقابله بكره. يا منى كفايه بقى تعالي يلا. اماك والفستان يا ميرفت. حد يكوي دلوقتي؟ معلش يا محاسن، اصلها بتكوي الفستان اللي هتروح تقابله بيه بكره الصبح. انا هلحن غنوه جديده واغنيها في فرحها. لا 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 لا، الموسيقار العظيم هو هيلحنها لي. ما كملتليش قالك ايه؟ يا سلام، فضل ساعه يتكلم عن حلاوه صوتي وعن عرب اللي فيه والفرامل المظبوطه، ووعدني انه هيلحن لي كم حته ويقدمني في حفلات كبيره وفي السينما وفي الاذاعه. المجد يا ميرفت، المجد والفلوس يا ميرفت. فين قبل الفلوس اللي اداهم لك سمير؟ اخ نسيت. كانت اهم حاجه يا محاسن. معلش يا ماما، اصل المجد نساني. وبعدين ده احنا عاوزين نودي الفلوس بكره المستشفى واحنا فاضيين بكره. صحيح. طيب ميسة تروح لسمير تجيب منه الفلوس وتوديهم المستشفى. تقومي بالمأمورية دي يا ميسة؟ حاضر. مالك يا ميسة؟ مفيش. هو مزعلك؟ لا أبدا. أمال عليك مرغرغة ليه؟ من فرحتي يا منى، من فرحتي. هو بدأ يتكلم بجد؟ مبروك يا ميسة. مبروك يا منى. عقبال نجاحك زينا يا ميرفت. قريب ان شاء الله. صحيح يا ميرفت؟ اصل بيني وبينك انا خدت القصه بتاعتي اديتها لصاحب المكتبه قراها وانبسط منها قوي وقال لي لما تخلص اديها لي. فاضل كتير يا ميرفت؟ ما افتكرش. انا شايفه ان النهايه السعيده لنا كلنا قربت خلاص، وهي دي اللي هتختم القصه وتكتب لي المجد معاها. ان شاء الله يا ميرفت، ان شاء الله يا حبيبتي. اصبحي يا رب. انت من اهلك.